الكبيره ديالي اللي لاباس عليكم اليوم. قناتي وجدتها تقدم لكم الرغيف تاع العيد او الرغيف المقلي. بسم الله على بركه الله. هذا المقاد عندي زلافه ديك الفورس او كيلو، عندي 4 كاس ديال الحليب، البيضه، عندي ملح، وعندي ملحه، وعندي معلقه كبيره سنيده، عندي معلقه كبيره ديال الزبده، وغادي نديرو معلقه ديال الزيت، وغادي نديرو خماره الحلوى الحمراء، غادي نديرو معلقه، وغنديرو معلقه ديال الخميره ديال العجينه. بسم الله على بركه الله. نبداو هنايا زلافه ديك الفورس، انت على حسب المقادير، على حسب اللي عندك ديري المقادير، على حسب كيلو، على حسب. غنديرو معلقه صغيره تاع الخميره، وغادي نديرو نص معلقه صغيره ديال السميته البر ديال الخميره الحمراء، غنديرو معلقه ديال الزبده، معلقه الزبده نباتيه، غنديرو بيضه، بيضه وحده، غنديرو معلقه صغيره ديال سنيده، غادي نديرو معلقه ديال الزيت، معلقه كبيره ديال الزيت، غادي نديرو معلقه صغيره ديال الخل، خل اي خل، خل ابيض او اي خل، الخل كيساعدنا. غادي نديرو الملحه، غادي نديرو 4 كاس الحليب على حسب المقادير اللي عندك هنا، ونبقى نخوضو. خصنا الماء، خصنا الغسل، ونزيدو الماء، نجمعو العجينة ديالنا، غنزيدو شوية الماء إلا خصنا، مخصناش منزيدوش بركة علينا داك الحليب إلا مخصناش. هانتي تجمعوها مزيان، هي تجمعات، نزيدو شوية دقيق، هذا هو العجينة ديالنا ديال البيض، غنخلوها ترتاح لينا، تترتاح لينا مزيان، عاد غادي نرجعو باش نشكلو، باش نشكلو الرغيفات ديالنا. كتجينا، كتجينا رطبة، كتجينا بلا تبليك بلا والو. دابا غادي نشكلو، نشكلو الرغيفات ديالنا. انتي شكلي الرغيفات على حساب اللي بغيتي، انتي ديريهم جرارة، تديري ليهم، انا احسن كديريهم كيف كديري المسمن ديالك العادي، كتشكلوهم كيف كنديرو المسمن، ما كنحتاجوش اننا نتلاك والجرارة وسميتو، هكا عادي بحال هكا، ما غاديش نرققوهم. ديروهم سمنات صغيورين هما، ونحطو تنشكلوهم بالزيت، عادي لقات عجناهم بالحليب وعجناهم بالبيض وعجناهم، ما نحتاجوش شي حاجة كتير، صافي غادي نبقاو نشكلوهم بحال هكا هم حتى يخمروا لينا، ما نرققوش، ما نلوحلوش معاهم بحال الرغيف الاخرين، عاديين هكا بقاو شكلو حطو، ونعاود نخليو يخمروا واحد شويه، غير تلقاو لينا اللي ترخينا، من بعد نديرو الزيت في المقله ونتسناو حتى تسخن لينا، وغادي نقليوهم. ملي غادي نرميو الرغفه في المقله ديالنا، غادي داك الزيت اللي في الجناب غادي نخبيو عليهم باش تنفخ لينا، نفخ لينا الرغفه ديالنا. من بعد ملي غادي طيب غندهنوهم.